السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة الحياة مدرسة مع أم محمد. إن شاء الله اليوم مع درس جديد في اللغة الفرنسية. اليوم إن شاء الله غادي نشوفو لوكسيليير افوار ولا الفعل المساعد افوار. عندنا في اللغة الفرنسية بعد عندنا جوج ديال الأفعال المساعدة ولا جوج ديال لوكسيليير، عندنا افوار وعندنا اتر. اليوم غادي نشوفو الفعل المساعد افوار. إذا شنو هو الفعل المساعد ولا سي كوا ان اوكسيليير؟ اذا الفعل المساعد ولا لوكسيليير اي ان فيرب، هو واحد الفعل. اوكي، سي ان فيرب كي سير ا فورمي لي طون كومبوزي. يعني شنو هو الدور ديال هذا الفعل المساعد؟ هذا الفعل المساعد كيعاون على تشكيل ازمنه مركبه. يعني هو فعل مساعد كيعاوننا، يعني في اللغه الفرنسيه باغ اكزومبل الا بغينا نستعملو الماضي ولا لو باسي كومبوزي ضروري خصنا افعال مساعده، وفي هاد لوكا خصنا كنستعملو سوا افوار ولا اتر. دونك الافعال المساعده افوار ولا اتر ولا لي زوكسيليير عندنا افوار ولا اتر، هادو افعال مساعده ضروريه الا بغينا نصرفو الازمنه المركبه باغ اكزومبل كما قلت لكم الماضي ولا لو باسي كومبوزي. ضروري كنستعملوا واحد فيهم على حسب النوع ديال الفعل اللي كيكون مع هذا الفعل المساعد. دونك هذا هو الدور ديال الفعل المساعد، يعني كيعاون على تشكيل الازمنه، كيعمل على تشكيل الازمنه المركبه، و الاد ا كونجوغي لي زوتر فيرب، كيعاون على تصريف الافعال الاخرى. دونك هذا هما هذا هو الهدف ولا الدور ديال الفعل المساعد. دونك غنشوفو لوكسيليير افوار، شنو هو شنو كي اكسبريمي هاد لوكسيليير افوار، يعني شنو هو الدور ديال اليكسبريم كوا، علاش كيعبر لوكسيليير افوار؟ لوكسيليير افوار كيعبر لينا على الملكيه ولا كيسموها بالفرنسيه لا بوسيسيون، يعني شي الممتلكات ديالك، شي حاجه انت او انتي او نتوما كتمتلكوها. باغ اكزومبل كنقول جي اون فواتور، يعني عندي سياره. سياره هي وحده من لي بوسيسيون ديالي، يعني من وحده من الممتلكات ديالي. تو ا ان فيلو، عندك بيسيكلات ولا دراجه ناريه. دونك هادو ممتلكات، يعني السياره اون فواتور ان فيلو كيتسموا ممتلكات. دونك الدور الهام ولا الدور الاساسي ديال لوكسيليير افوار هو لا بوسيسيون، اننا كنستعملوه باش نعبروا على الملكيه او لا بوسيسيون، هذا هو الدور ديالو الاساسي. دونك دابا غنشوفو لا كونجوغيزون او التصريف ديال لوكسيليير افوار في لو بريزون دو لانديكاتيف او الحاضر. دونك عندنا جي، tu as، il a، elle a، on a، nous avons، عندنا، nous avons، vous avez، عندكم، vous avez، ils ont، elles ont. Je répète, نعاود، j'ai، هي عندي، j'ai، tu as، il a، elle a، on a، vous، nous avons، vous avons، vous avez، ils ont، elles ont. Je répète pour la troisième fois، j'ai، tu as، il a، elle a، on a، nous avons، vous avez، ils ont، elles ont. Donc هذا هو تصريف ديال لوكسيليير افوار في لو بريزون دو لانديكاتيف. غنمروا لدي زيكزامبل اللي غادي نعطيو. باغ اكزومبل غنقول جي ان كايي، يعني عندي كتاب، يعني لا بوسيسيون عندي هو الكتاب، هذا هو الملكيه ديالي، يعني شي حاجه كنمتلكها. سميتو الثاني او الاكزامبل الثاني، المثال الثاني هو تو ان ستيلو، يعني عندك ستيلو. المثال رقم 3، الا اون كارطابل، يعني عنده اون كارطابل، شكاره، الا اون كارطابل، ال بالنسبه للماسكولين سينغولي الدري مفرد، ال بالنسبه للفيمينا مفرد، يعني فيمينا وحده دريه وحده. داكوغ، نو افون اون maison، يعني عندنا دار، nous avons une maison، دار ولا المهم دار. d'accord،
Vous avez un PC portable? عندكم PC portable? Ils ont un ami, يعني عندهم صديق. Elles ont un ami, عندهم صديق. Il بالنسبة للبلوريال يعني الجمع المذكر و elle بالنسبة للجمع المؤنث. Okay. Donc هذو des exemples اللي خصنا اللي باش نوريكم زعما لا بوزيسيون كي دايره وباش يكون عندكم تكون عندكم واحد الفكره. دابا غنمروا على لي زيكسبرسيون بعد لي زيكسبرسيون اللي كنستعملوا معاها لوكسيليير افوار. وهاد لي زيكسبرسيون لا علاقه معاها لا علاقه بها بالممتلكات. باغ اكزومبل عندنا افوار فان. افوار فان هي يكون فيك الجوع. افوار فان وهنا استعملت لو برونون بيرسونيل جو. غنقول جي فان. جي فان هي في الجوع. وفاش كنقول جي فان ما كنهضرش على شي حاجه كنمتلكها. هنا كنهضر على واحد الحاله فيزيولوجيه يعني انا في الجوع يعني حاله فيزيولوجيه. الحاله الثانيه هي افوار سواف يعني هنا يكون فيك العطش واستعملت نفس لو برونون بيرسونيل هو جو. جي سواف. جي سواف هي هي العطش. جي سواف. اوكي افوار فخوا هنا غنقول جي فخوا. جي فخوا يعني فيا البرد. اوكي عندنا افوار شو. افوار شو يعني جي شو. جي شو فيا الصهد. فيا الصهد. دونك هاد الربعه ديال لي زيكسبرسيون كنستعملهم مع لو فيرب افوار وهنا كنعبروا على واحد الحاله فيزيولوجيه يعني هذا لا علاقه لها بال سميتو بالممتلكات او ان عندي شي حاجه ولا بلي بوسيسيون ديالي شي حاجه اللي كنمتلكها. لا هادو فقط كيعبروا لينا على واحد الحاله فيزيولوجيه. دونك نتمنى ان شاء الله انكم استفدتوا معنا ان شاء الله في هذا الدرس اللي كان خفيف وظريف ونتمنى انه يكون خفيف وظريف على قلبكم ونتمنى انكم تشجعونا بواحد لايك ان شاء الله الى عجبكم الفيديو وتبارطاجيوه مع احبابكم ومع اصحابكم باش الناس يستافدوا ان شاء الله. وكنشكركم بزاف 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 على التتبع ديالكم لينا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.